مشاكل الدكاترة وكده، احنا يعني يسعدنا ان احنا هنقدم لكم موضوع عن الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، ودي حاجه احنا كلنا بنشوفها او كتير مننا بيشوفها، ويسعدني ان انا اكون مع الدكتور علياء. الدكتور علياء عبد العزيز طبعا كتير منكم عارفينها. الدكتور علياء مدرس الرعايه المركزه للاطفال جامعه المنوفيه، وطبعا بمناسبه ان احنا المشكله لبسناها للرعايه وبتوع الرعايه ليه ما دخلوهاش، هنتكلم في الموضوع ده شويه. تمام. وطبعا الدكتور خالد الخشاب. الدكتور خالد هو برضو مدرس البيدياتريك اندوكرينولوجي، وطبعا الاندوكرين والرعايه بيحبوا بعض. تمام جداً. احنا في بعض المقاطع من الموضوع اللي احنا عايزين نوصله هنقوله في صوره رول بلايز، واي تشابه بين اللي هنقوله والواقع هو بحث صدفه. تمام، عشان ايه محدش يزعل من حد. هنبتدي نسال حافظ، يعني احنا رعايه زي بعضينا احنا رعايه زي بعضينا انا بروح مش من اولها كده يا دكتور حافظ، والتحيز بالنسبه لي اكسبت. طب قول لنا يا دكتور خالد، ايه الدي كي اي دي؟ الدي كي اي هو المفروض ان احنا دايابيتيك كيتو اسيدوسس. علشان خاطر نسهل الديفينيشن بتاع الدي كي اي، خلينا نقول ان دي كي اي دي جايه من الدايابيتس. انا محتاج ثلاث حاجات. الدي دايابيتس يعني هايبرجلايسيميا اكتر من 200 ملغ بير ديسيليتر. تاني حاجه كي كيتوزس او كيتونوريا، والتريات بتاعهم اي اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس بي اتش اقل من 7.3 وبايكارب اقل من 15. لو انا معايا كده التريات ده انا خلاص بشخص ان في عندي دي كي اي. طيب افكر امتى في الدي كي اي؟ افكر في الدي كي اي في اي بيشنت دايابيتك بيجي عنده اي ابنورمال برزنتيشن. طبيعي اول ما بيشنت دايابيتك بيجي الاستقبال او الطوارئ، اول حاجه بتيجي في دماغ النايب ان البيشنت ده عنده دي كي اي، عنده ابدومينال بين، عنده فوميتنج، عنده ديستربت كونشس ليفل. فمجرد ان البيشنت دايابيتك وعنده اي حاجه برزنتيشن ابنورمال، انا لازم اقيس له بلاد جلوكوز، لازم اعمل له اسيتون، وبلس ماينس ان انا اعمله اي بي جي لو هو عنده كيتوتيك هايبر جلايسيميا. ده سيمبلي امتى افكر ان البيشنت ده عنده دي كي اي. بس كده ده اشهر برزنتيشن يعني انت بتشوفه؟ اه ده الموست كومن. ده الموست كومن. بتشوفي حاجه غير كده يا دكتور عليا؟ طب ايه الفن في كده؟ ما لو بيشنت دايابيتك والاي رجلي انا افكر في الدي كي اي اصلا. لا طبعا، احنا دايما معلمين النواب ان مفيش بيشنت دايابيتك بيجي باب نورمال برزنتيشن في الطوارئ، لازم نفكر في دي كي. طب بص يا دكتور خالد، بس يا باشا انت معاك ناس جونيورز كتير. الصوت ورا لو سمحت، الصوت ورا. هو لو جاي دايابيتك وعنده اي حاجه، النايب اول حاجه هتيجي في دماغه اصلا دي كي ايه. انا عايزك، في ناس هنا كتير نواب جونيورز وبيقفوا في الاستقبال، انا عايزك تقول لهم الحد اللي ما كانش هيخطر في بالك اصلا ان هو يبقى دي كي ايه، وازاي تشخصه وتلقطه من الاستقبال. اكيد انت لو شغال في عيادتك وجالك حاله الدي كي ايه في اول مره، هتلاقيها مثلا ايه لفت على دكتور فلان وعلان وكان عنده فوميتنج وتشخص انه جاسترونترايتس، وفضل موجود بيلف على الدكاتره يومين وثلاثه لحد لما دخل في كوما، وبعد كده جالك وريشه حجزته. طب بص اديني بس فرصه، انا محترمه طبعا حضرتك فضل. يعني مدرس اندوكرينولوجي، بس احنا لنا راي تاني. انا اللي شغاله مع النواب، وانا اللي واقفه في الاستقبال، وانا اللي باخد كل المرامه بتدخل لي انا. وانت اللي بتلبسي القضايا. ايوه. عشان ما كلمتيش الدكتور خالد. لا بصوا شباب، لو هتطلع بالمسج دي صدقني انت هتلقط حالات دي كتيره جالك في الاستقبال. لو انت الجونيور، انت مش الجونيور تقريبا اللي بيقعد في الاستقبال، لو انت الجونيور وقعدت في الاستقبال هتعرف طلقت حاله الدي كي ايه وهي فيرست برزنتيشن. ده الفن هنا، انا انت اصلا افكر البيشنت ده لو مش في دماغك مش تعمل له اصلا اي حاجه. اكتر حالات انا شفتها وشخصتها من الاستقبال، انا قعدت في الاستقبال كتير يعني كتير، حتى في البرايفت قعدت في الاستقبال كتير. هتلاقي حالات بتجيلك مثلا بابدومينال بين بيرزيستنت فوميتنج، اول حاجه بتيجي في دماغك ان ده جاسترونترايتس. والله ما فيش جاسترونترايتس من غير ظاهريه قوي يعني، فبرضه يعني وارد تكون دي البدايه،
بس ما ينفعش ان انت مانج سيمبلي ان ده جاسترونترايتس وتدي له حقنه توقف ترجيع وتكتب له ميديكيشنز وتروحه. عارفه الدكتور علياء ما هو هيفسد يعني، هو جالي بس لسه هيفسد تمام. انا اتوقع زي يعني اللي جاي بريسبيراتوري ديستريس عشان عنده نمونيا واحنا مش سامعين حاجه، يبقى ايه؟ يبقى نمونيا بس احنا مش سامعين، والاكس راي نورمال يبقى ايه؟ يبقى نمونيا بس احنا مش سامعين بس لسه ما بدتش في الاكس راي. تمام. فانت دلوقتي لازم تبقى سسبكت ان هو ممكن يديك ايه، وممكن ما يطلعش، ممكن فعلا ما يطلعش يديك ايه. لا هتعمل ايه؟ انا عايز اوصلك مسج، لو لقيت حاله بيرسيستنت فوميتنج اوف اني ايج، عشان كان في ناس بتقول اقل سن للدي كي ايه، والله انا شفت حالات عندها سنه وشفت حالات عندها شهور وفي نيونيتال اصلا دي كي ايه. تمام. فلو لقيت حاله مع بيرسيستنت فوميتنج، خلي حاجه من الروتين اللي انت هتعمله ان انت تقيس له راندوم شوجر. تمام. وطبعا مش هتقول الاهل روح اعمل تحليل سكر لا يكون عنده السكر، عشان لما طلعش السكر هيبقى شكلك وحش قوي. تمام. فاحنا هنتشيك بس على السكر علشان ممكن يكون عنده هبوط، هبوط دي بتمشي مع الامهات شويه. تمام. والله طلع الراندوم بتاعك عالي برضو ما بنشخصش دي كي ايه غير لما نعمل نشوف هل في كيتوزز وفي اسيدوزز عشان نجمع الكرايتيريا دي. بالنسبه لي اشهر برزنتيشن انا بشوفها، ودي اكتر حاجه. وبعد كده هتبقى تجيلك بقى دكتور خالد لما يتشخص انه ديابيتك وبدا يحصل له اي مشكله، ممكن حضرتك بقى تبقى تفكر. طب بصوا يا جماعه، هو العيانين اللي نون ديابيتك وجايين باي ايمرجنسي، او يعني متهيألي دكتور خالد دلوقتي انتوا بتتكلموا على الهوم جلوكوز مونيتورنج وده ما بقاش حاجه جديده يعني، فبالتالي هو الديابيتك اللي جاي بديكي ايه مش هيبقى صعب قوي. الام نفسها عارفه. بس يعني خلينا مع هنوافق على كلام علياء المره دي وهنقول ان ايه ان واحد صفر العلياء. انا وين البوينت عشان عايز اسافه يا جماعه عشان برحب بالتطبيق كده. عشان كتير قوي الديكي ايه بيبقوا فيرست برزنتيشن بالذات العيانين للانسولين ديبندنت اللي هم معظم عيانين الاطفال. بس يعني مش قصه بس ان هو مش جاسترونترايتس، على فكره ممكن يبقى عنده دايريا لان الستريس اصلا ممكن يكون هو اللي دخله في دي كي ايه. وكان عندنا مره بيشنت محجوز في مستشفى ما مش هذكر اسمها، قعد 4 ايام يتعالج على انه نمونيا عشان جايب ريسبيراتوري ديستريس، وبعدين حد لقى مش بيتحسن قرر يعمل له معامل بالصدفه كان منها جلوكوز طلع 1300. قصه حقيقيه بس مش هقول فين. تمام. نبدا رول بلاي دلوقتي. طيب النايب بتاعنا بقى الدكتور عماد. تعالى يا دكتور عماد. الدكتور عماد بقى جات له حاله كده وشوف هتعمل فيها ايه. دكتور علياء، احنا دلوقتي جالي طفل الجلوكوز بتاعه 500. جالي طفل دلوقتي الجلوكوز بتاعه 500 تمام، والبي اتش بتاعته 7.3 وعملنا له يورين اناليسز طلع فيه كيتونز وشاكين ان هو دي كي ايه، وبس الطفل فايق مش بيرجع وعايز ياكل والدنيا تمام معاه. بس كلمنا حد علشان ندخله يعني، احنا احتاجنا نحجزه، فكلمنا حد اندوكراين وقال لا ما نحجزوش. مين كلمت مين في الاندوكراين؟ دكتور حافظ. دكتور خالد. خالد مين؟ خالد الخشاب. دكتور خالد وماله مال انت انت ما كلمتنيش انا مباشره ليه؟ لا ثواني بقى عشان هو دكتور خالد عامل لنا مشاكل كتير. الو دكتور خالد ازيك عامل ايه؟ دكتور علي ازيك اخبارك ايه؟ هو في حاله كانت سسبكت دي كي ايه كده في الاستقبال وهي موستلي دي كي ايه، والواد ده لو ما خدناهوش هو هيديتيريوريت، فيعني معلش يعني ده محتاج يدخل عنايه بعد اذنك يعني يا دكتور خالد، عشان حصل قبل كده برضو حاله بسيطه والبسيط بيكمبليكيت بعد شويه. فما اعرفش انت معترض على ايه، بس انا ما رضيتش اقول للنايب حاجه، قلت اكلمك انت الاول. طيب ما هي الحاله اساسا البارامترز بتاعتها عندها هايبرجلايسيميا والكيتون او الاسيتون 2 بلس في اليورين. ايوه بس عندها مايل دي كي ايه، البي اتش بتاعها 7.25 والبايكارب بتاعها جاست 13.5، والبيشنت بيتولريت الاورال فيدنج والكونشس ليفل بتاعه كويس. هو انا اي حاله دي كي ايه لازم ادخلها الاي سي يو؟ بالنسبه لي اي احنا فاتحين عنايه دي عشان ايه؟
البيشنت مع حاله الستروك حصل فيها مشكله لما بدخلوهاش الرعايه يعني. ايوه ما هتكومبليكيت كمان شويه دكتور. لا مش شرط، انا ممكن ابتدي ان انا ادي اورال ريهايدريشن فلويدز وادي كوركتيف دوزز اوف انسولين واشوف الريسبونس بتاعها. والله كان في عندها بيرزيستنت ميتابوليك اسيدوزيس والاسيتون مش بيتحسن، ساعتها اي اجري ان انا ممكن ابقى محتاج ان انا ادي اي في فلويدز، وساعتها ممكن افكر ان انا ادخلها الاي سي. طب بص، وانا مش مقتنع قد كده، وانا هجيب لك حد كبير شويه يمكن انت مش مقتنع برايي. يا دكتور حافظ بعد اذن حضرتك حلينا دي بيت ده بعد اذنك عشان انا مش عايز ارد عليه. طيب هو طبعا من باب ان اللي حلو بيديتريوريت ده صح، بس خليني اقول لك حاجه علياء. هو يعني هم دلوقتي بيتكلموا ان المايل دي كي ايه ممكن يتعالجوا شويه مختلف عن البروتوكول اللي احنا عارفينه. حافظ حضرتك معاه ولا ايه؟ معاه ولا ايه؟ ايوه انت احنا زعلي ولا وبعدين الحاجه الثانيه دكتور علياء، يعني انا مع اللي قلتيه بس مش مع اللي عملتيه. يعني قلتي للدكتور خالد تمام النايب قال لي وانا مش عايز اقول قدامه، وبعدين انت يعني بتقولي لعماد مين اللي قال لك كده، والدكتور خالد بيعمل لنا مشاكل وحاجات كده. لو حضرتك سمعت المكالمه سمعت المكالمه فالحكايه دي لسه كنا بنتكلم على الكوميونيكيشن بروبلمز، فاحنا متفقين خالد ما تسوقش فيها. يعني العينين الوحشين هيدخلوا الرعايه، انما في عيانين دي كي ايه ممكن انهم يبقوا مانج زي ما انت هتقول لنا، انتوا عندكم بروتوكول تمام للدي كي ايه. فمعلش عليا احنا كده واحد واحد يعني معلش يا هي ويند سامحوني ما عشان مزعج كده واحد واحد. هنروح محكمه الجنايات يا بني. طيب لو في بيشنت بجد عنده دي كي ايه وجاي مايلد مش بيتحسن او مودريت او سيفير، الكورنر ستون بتاعنا في البيشنتس دول مش عايزين ننسى اول حاجه طبعا انا دكتور اندوكراين، بس انا اتعلمت من زمايلي واساتذتي في الاي سي يو ان هو اي بي سي. ليتر اون احنا بنتكلم في الاي في فلويدز، فلازم اول حاجه ببتدي ان انا ادي الاي في فلويدز عشان خاطر احسن الشوك، وبعد كده اكونتينيو المانجمنت بلان بتاعتي. دكتور خالد احنا دلوقتي معانا حاله دي كي اي ونون از دايابيتك، البي اتش بتاعتها 7.1 البايكارب 10، و حضرتك قلت لي الاول ابلغك قبل ما احجز اي حاجه، فكنت عايز اعرف البروتوكول بتاع الدي كي اي زي ما حضرتك بلغت. تمام، اول حاجه طبعا احنا هنعمل اسسمنت للكونشس سيفل والسيركيليشن، وخلاص انا ببتدي ان انا ادي اي في فلويدز على حسب البروتوكول بتاعك. ان تيك كير انك انت ما تبتديش الانسولين الا بعد ساعه من بدايه الاي في فلويدز، ادي بولس ونشوف الريسبونس بتاعه اخباره ايه. كنت عايز اعرف ازاي اعمل له فولو اب بالمحاليل بالتحاليل بتاعته. حضرتك ما قلتش الراندم بتاعه كام؟ 500. لا ما قلتش، قلت ان هو نون از دايابيتك. نون از دايابيتك دايابيتك بريزنتنج بسكر 500 وبي اتش 7.1. طالما الكونشس ليفل بتاع البيشنت كويس ومش محتاج فنتيلاتوري سبورت، خلاص احنا بنبتدي بالبولس البولس سلاين من 10 ل 20 ملي بير كي جي، وبعد كده هنبتدي الانسولين بعد ساعه على الدوزز اكوردنج للايج من 0.05 ل 0.1 انترناشونال بير كي جي بير اور. طيب اعمل له الالكترولايتس كل قد ايه علشان ما زعجكش؟ والله انت المفروض انك انت تعمل اي بي جي للبيشنت ده كل ساعتين، وتعمل الكترولايتس للبيشنت ده كل 4 ساعات. طيب لو معلش دكتور خالد، هو محتاج يظبط حاجه بقى في المحاليل، لو يعني هو بيقول لك انا مش عايز اتصل بيك تاني لو الصوديوم او كده، فيفضل ماشي على نفس ريت المحاليل دي؟ بص يا دكتور علاء، انا يهمني الجلوكوز. ماشي، ما في حاجات ملخبطه مع الجلوكوز، انا مش بتدخل في علاجك بس انا عايز اعرف البلان بتاعتك ايه. يعني انا البلان بتاعتي دلوقتي ان انا ادي ريسسيتيشن فلويدز، وان انا اصلح الاسيدوزس بتاع البيشنت، وان انا مونيتور البلاد جلوكوز واتشيك ان البلاد جلوكوز بتاعي مش بيحصل له دروب مره واحده، لان انا ممكن اغير الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في المحاليل على حسب الجلوكوز ليفل اللي موجود.
طبعا انت البروتوكول بتاعك نوع المحاليل ماشي على ايه؟ معلش انا احنا بنبتدي ان احنا ندي نورمال سلاين، وبفضل مكمل نورمال سلاين في البيشنتس. وانس ان انا البلاد جلوكوز بتاعي حصله دروب اقل من 300 بخليه سلاين جلوكوز 10% واحد لواحد. طب ولو الصوديوم قل نورمال سلاين؟ اكمل طبعا نورمال سلاين. طب لو الصوديوم زاد برضه نورمال سلاين؟ لا انا جاي لك. طيب يا جماعه احنا عندنا حاجه اسمها الصوديوم دايليما. انا مش بس باخد بروتوكول وبطبقه، والله لو هو يقدر ياخد البروتوكول ويطبقه ولما الحاله ما تمشيش ستريت فورورد ما يجيش ينده لي بقى. يعني انت ما تجيش بعد شويه تقول لي الصوديوم بقى 170 وانت ماشي على نورمال سلاين واعمل ايه؟ هو النائب قال لك اعمل ايه عشان ما صحيكش كل شويه؟ ما فيش حاجه اسمها امشي على نورمال سلاين. البروتوكول ده حاجه مبدئيه، يعني انا هبدا بكذا فعلا، بس لازم امونيتور همونيتور كلينيكالي ان لاب. ومن ضمن الحاجات اللي هي اللابس المهمه، اوكي جلوكوز انا معاك طبعا، الاي بي جي معاك جدا، بس معلش احنا بتاع عينيا الالكترولايتس دي حاجه عميقه واخده عندنا مكانه كبيره. البوتاسيوم مشهور ومعروف ان له مشاكل والناس كلها هتدور عليه عشان يعني هو مشهور، بس الصوديوم ده برنس، وده اللي هيفرق. معلش يعني برضه هيفرق حد كبتاع عينيا عارف هيعمل ايه ويظبط ايه في تركيبه المحاليل، وان انت ماشي بس على محاليل نورمال سلايم. هو ممكن المنصه دكتور حافظ تخش في النقاش ولا ما ينفعش؟ على حسب حضرتك تبع مين. قول قول اه. طب انت حضرتك الروت اوف ادميشن اوف فلويدز، يعني عشان الناس تبقى عارفه انا بدي جلوكوز ازاي وملح ازاي وانسولين ازاي. تمام هنقول جايه. والنقطه الثانيه لو انا السكر نزل والعين لسه ديسترب الكونشس تحت ال 200 لسه جايه كل ده ماشي. طيب انا مش هتوهكم جامد، انا هقولها لكم باختصار خالص. احنا فعلا زي ما دكتور خالد قال حاله بتدخل ولو هي شوكد لازم تاخد شوك ثيرابي نورمال سلاين even if hypernatremic. حتى حاله الهايبرناترينيك دي هيدريشن، لو هي شوكد هتاخد نورمال سلاين حتى لو الصوديوم 190. اوكي لو هي شوكد هتاخد شوك ثيرابي نورمال سلاين على 20 ملي بير كيجي، ممكن تاخد مره في اثنين وممكن ناخد ثلاث مرات. اوكي دي كشوك ثيرابي. بعد كده الديفيسيت اند مينتنس احنا بنبدا برضو على نورمال سلاين، فانت بتمشي على حاجه وبتفولو. فاحنا لازم نفولو الصوديوم. المفروض الستريت فورورد اللي يحصل ان عندي حاجه اسمها الكوركتد صوديوم، تمام؟ دي لازم اعرف المعادله بتاعتها. انا مش هطول في معادلات وكده دلوقتي، بس المفروض ان لما الجلوكوز ينزل الصوديوم يبدا يعلى، تمام؟ والكوركتد صوديوم كمان يبقى نورمال. ليه؟ لان الجلوكوز هو كان هايبر اوزموتيك، عامل هايبر اوزمولر ستيت، شادد ميه معاه، حصل دايليوشنال هايبوناتريميا. فلما ابدا انسولين مفروض ان الجلوكوز بينزل، يبدا يتحسن موضوع الدايليوشنال، يبدا يزيد الصوديوم تاني. فمفروض انه ريسبونس لها يعني بمراعاه الهايبوغلايسيميا العامه، يعني هو لما الجلوكوز يعلى طبيعي ان الجلوكوز بيسحب معاه ميه، فالميه بتعمل دايليوشن للصوديوم، فالمفروض كل ما الجلوكوز ينزل كل ما الصوديوم يعلى عشان البيشنت ما يدخلش في برين اديما نتيجه الريديوسد بلازما اوزمولاريتي. وبالتالي قصه ان احنا هنمشي على نورمال سلاين وليكن ما يكون دي يعني هنتحفظ عليها، يعني فاحنا هنضطر نبقى مع علياء المره دي. انا هكمل لهم ان احنا عايزين النورمال، يبقى انت عارف النورمال نورمال سلاين والفولو اب المفروض الصوديوم يبدا يعني. لو حصل ايه بقى؟ يبقى في مشكله. والنقطه اللي دكتور خالد ما قالهاش، والله لو لقيت الصوديوم مش بيعلى او ايفن بيقل مع المانجمنت، معناها ان انت مدي محاليل زياده، معناها ان انت كمان شويه البيشنت ده لايبل جدا ان هو يدخل في برين ايديما. وفي مقوله كده مشهوره اللي هي فيلير اوف ذا كوركت الصوديوم تو رايز از ان اوبفيوس ساين اوف برين ايديما. فدي ما ينفعش باي شكل من الاشكال يا دكتور خالد تقول له عيد الصوديوم بعد 24 ساعه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب لو الصوديوم بتاعك بيعلى انا مطمن؟ هو لا، مش معنى ان انا سالت بقى مش مطمن، المفروض تبقى مطمن. ايوه المفروض مطمن. يعني الدكتور عليا عايزه تقول لنا دلوقتي ان الصوديوم لو قل يبقى فيه مشكله، ولو الصوديوم زاد يعني مفيش مشكله.
لا. طب لو ويت لا لو بيعلى قوي بقى، طب لو هو بيعلى قوي، بيعلى جدا، كان صوديوم 150 بقى 170، هل انا كده مطمن؟ لا، ده ممكن اصلا بيشنت بتاعك يكون فعلا دخل في برين ايديما، تمام، وحصل هايبو برفيوجن للبوستيريور بيتيوتري، وبدا يدخل منك في دايابيتس انسيبيدس، وبدا يبقى بوليوريك وهايبر ناتريميك. فانا ما افرحش جدا ان الصوديوم بتاعي بيعلى، يبقى الخلاصه ان انا عايز اتابع الصوديوم واعرف هغير المحاليل ازاي. نوع المحاليل احنا عارفين ان هو نورمال سلايد، بعد شويه لما بيبدا الجلوكوز فعلا يقل، هل انا ممكن استخدم نورمال اور هاف نورمال؟ ايكوال، هي ايكوال، بس خليك في البروتوكول اللي انت عارفه عشان ما تتلخبطش. طيب البوينت اللي بعد كده، احنا عارفين البروتوكول يا دكتور خالد، احنا بنصلح على مدى قد ايه؟ على مدى 48 ساعه. طب ولو الواد شكله ستيل دي هايدريتد، هدي بولس وافضل برضه مكمل على 48 ساعه. بقول لك دي هايدريتد، لا تعبان، مش لطيف قوي، ادي بولس تاني وتالت ورابع، ايه المشكله؟ هو انا مش معاك في النقطه دي، وفي ستادز كتيره جدا اتعملت على حته هل نصلح على 24 ولا على 48 ساعه، ومفيش اي مشكله ولا انسنس اوف برين ايديما زادت ولا نيورولوجيك سيكلي زادت مع ان احنا نصلح على 24. بس مش معنى كده ان انت تروح تجرب وهنصلح على 24 ساعه، لا، هو احنا هنمشي على 48 ساعه بس. اف ماي بيشنت مش بيمبروف ستيل هاف فوليميك، لا مفيش اي مشكله ان انت ريستريكشن عامله في المحاليل، لا نفك ريستريكشن في المحاليل وتمشيه على 24 ساعه، دي حاجه اكسبتد. فاحنا بنبدا بالبروتوكول يا دكتور خالد وبنمانج اكوردنجلي، بعرف اتابع اي كلينيكال، بس الا لو الصوديوم بينزل. ما كده لا، ما لو الصوديوم بينزل وهنصلح على 24 ساعه هيبقى في مشكل، صح؟ كده حضرتك الكومنت ده، ما انا قلته في النص. طيب خلاص اوكي ماشي. انا كده رايي ده راي مين اللي صائب دلوقتي يا فندم؟ ما احنا قلنا في النص انه يعني عموما كده هي الترع العليا كانت مع فكره اننا مونيتور ون ادجست، وهي الفكره الصح، فيبقى 2-1 العليا. سي يا جماعه عشان الدكتور حافظ، تعال اقف هنا، انا هاجي اقف هنا هشوف انت فضحنا النهارده شكل. لا خلاص ما كانش يتدخل بقى، هو واحد طلب ان هو يعالج حالات الدي كي ايه، يعني طلبها. هي النقطه انه ابتدى الكلام انه قال له اوعى تدخل حاله من غير ما تقول لي، هيسحبها خلاص. السيناريو الجاي، دكتور علياء، انا معايا طفل عمره سنه جاي بفوميت، فسحبت له، عملت له راندوم زي ما حضرتك طلبتي، طلع هاي بوزيتيف، طلع 500، سحبنا التحاليل بتاعته طلع فيه اسيتون، طلع فيه اسيدوزس، حجزناه في العنايه ومشينا المحاليل تمام. بس ثواني يا عماد، انت مصحيني الساعه 12 بالليل عشان تقولي على حاله دك ايه كومن ما تعالجها، ايه المشكله بالنسبه؟ ما هو لما مشينا المحاليل مشينا الانسولين بريت 0.1 زي ما حضرتك قلتي، في اول ساعه حصل دروب للجلوكوز ليفل ل 120. دي له جلوكوز، زود الجلوكوز على المحاليل، نزود الجلوكوز ولا هنعدل الدوز نفسها ولا لا مش في اسيدوز، في اسيدوز لا عادي، خلي الانسولين وخلي الانسولين على 0.1، ولو عنده مشكله في الجلوكوز زود. ثواني هو كل الانسولين على 0.1 0.1؟ ايوه اضمن بصراحه. لا طبعا في اسيدوز، لا الجايد لاينز بتقول ان الانسولين انفيوجن معانا من 0.05 انترناشونال يونت بكجيبر اور لحد 0.1 ما بتحسنش. عمره قد ايه الولد ده؟ سنه. طيب عادي، في شهرين جاله دي كي اي، شفته قبل كده وعدى وخد 0.1، يعني بتعدي بستر ربنا. لكن المفروض لما يبقى younger age خصوصا الانفنتس بيبقوا very sensitive للانسولين، يبقى انا من الاول ببتدي على الـ very low dose اللي هو على الـ 0.05 international unit per kg per hour. And later on, if I need إن أنا أزود gradually الدوز بتاعت الإنسولين، ساعتها معايا الـ upper limit لـ 0.1 international per kg per hour، مش زي الـ ages اللي هي بتاعت الـ older than infants. الإنسولين المفروض إن هو ليه رول كبير جدا. الإنسولين هو مش بس
بيحسن الجلوكوز لكن ليه رول مهم جدا في الميتابوليزم السيلولر ميتابوليزم، وبيسبريس اللايبوليسيس والكيتوجينيسيس. انا مش بدل انسولين انفيوجن جاست تو كنترول الهايبر جلايسيميا. طب لو انا هبتدي الانسولين انفيوجن المفروض ان انا ببتديه ساعه بعد بدايه المحاليل، ما ببتديهوش earlier، ببتدي طبعا اي في ادمنستريشن والدوز بتاعتنا زي ما قلنا من 0.05 ل 0.1 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور. ولو احتجت لو حد ابتدى انسولين بولس قبل المحاليل من بدري جدا ده بيعمل لي مشكله كبيره، لان هو ممكن يزود الانسيدنس بتاع السيريبرال اديما، ممكن يزود الانسيدنس بتاع الشوك، وممكن يعمل اكسسربيشن كمان للبوتاسيوم. طب انا ممكن ابقى محتاج ان انا اقلل الانسولين بس لليانجر ايجز؟ لا، الجايد لاينز بتقول كمان لو البيشنت نون دايابيتك وكان ماشي قبل كده على انسولين انا ممكن ببتدي على دوزز اقل، وكمان في حالات الاتش اتش اس انا ممكن احتاج لوور دوز اوف اي في انسولين. عندك فكره عن حاجات؟ اوكي، ايه رايك يا دكتور حافظ؟ ده فعلا يعني لو دوز انسولين دي تمام، الايه اللو دوز انسولين هو قديما يعني غالبا قبل ما الدكتور علياء تدخل الكليه كانوا بيقولوا ان العيان ياخد بولس، ووصلوا لدرجه انهم يقولوا ياخد بولس اي في وبولس اي ام وحاجات كده، وبعدين للاسف بيجي لنا حالات معكوك فيها وجايب بلاوي. فهو الفكره احنا بنتكلم على دي كومبنسيتد انسولين ديفيشنسي، وزي ما خالد قال هي لها تاثيرات مختلفه، وزي ما انت قلتي علياء في الحاله اللي فاتت ان احنا مش بنمشي على الصوديوم كده وخلاص، فاحنا يعني لو السكر وطي والدنيا ما اتظبطتش، هو فعلا جرعات الانسولين دلوقتي دخلوا فيها 0.05 وبالذات في العيانين الصغيرين او لو الجلوكوز دروب اسرع من المطلوب. فيعني انت عندك حق يا خالد، يعني انا بعترف ان هو كان صح من البوينت دي، انا بعترف. فاحنا كده 2-2 كده نروح. طب هو انتوا اتفقتوا على شويه حاجات، يعني ايه احنا بنتكلم؟ اولا احنا الرعايه بنحب حالاتكم لانها يوجوالي بتتحسن، بس المشكله انها ساعات بتبقى معكوكه، وذر انها ما تشخصتش وتشخصت حاجات تانية زي ما انتوا قلتوا لنا، او لان في حد عمل فيها ميس مانجمنت في مرحله قبل كده، فبالتالي في حالات محتاجه المانجمنت العادي بتاعنا اللي هو ان احنا ننشور او نمنتين، او الكلمه اللي انا بحب استخدمها نوبتمايز الانترافاسكولار فوليوم لو البيشنت هايبوفوليميك. طبعا علياء هتقول لنا انا اديت العيان على 10 ل 20 وما تحسنش، لان ممكن البيشنت ما يبقاش دي كي ايه بس، وخالد عارف الحالات اللي بينا في هذا الموضوع، والعيان يطلع ايه سيبتك شوك ويطلع عنده مشاكل تانية كتير. فبالتالي هو في حتة ممكن تكون بيننا، وفي حتة ممكن تكون مالتي سيستم سابورت أكتر، وفي حتة ممكن تمشي على مور كونزيرفاتيف بروتوكول لو البيشنت ماشي كويس. خلاص أنا اعترفت ماشي. يا دكتور خالد معنا، أنا واقف في الاستقبال وجالي حالة طفل عملت له الراندوم بتاعه طلع 600 وهو سيفير دهيدريتد، سحبنا له الاي بي جي طلع اسيدوز 7.1 والبايكارب 19 والطفل بدا يدروخ معانا، فادينا له شوك مره وهو ما اتحسنش، فنبدا انسولين ولا لا؟ ولو هنبدا هنبدا بريت ايه وهنمشي ازاي؟ يا ابن الانسولين ده لعبتي، ما قلنا خلاص اي بيشنت يجي لك بالشكل ده ابتدي انسولين، زود الانسولين يا دكتور ما يهمكش حاجه خالص. وعيد الاي بي جي امتى؟ علشان انا مش مقتنع بالاي بي جي دوت بعد ما مشينا على الانسولين. عيد الاي بي جي كمان ساعتين زي البروتوكول بتاعنا العادي خالص، قلنا احنا الكيسز خلاص طالما الايج بتاعه كبير خلاص ابتدي الانسولين كل الكيسز 0.1 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور. بس هو الواد سيفيرلي ديهايدريتد وسكره 600 وحاجه ومفيش اسيدوزز، مفيش اسيدوزز قوي يعني. ايوه دكتور علي هتتكلمي في الانسولين تاني؟ انا قلت انا باك بس للنقطه دي، ما فيش اسيدوزز قوي، مش الانسولين بتاع المشكله بالنسبة لك. هي خايفه يحصل اخوه يعني والسكر ينزل معاه. ايوه يعني ايه رايك في الموضوع ده؟ حتى لو السكر وقع احنا هنعرف نتصرف، هنغير الجلوكوز في المحاليل. هو على فكره انا مش قصدي خالص على السكر يقع، انا عايزه نعم لا 7 و3
لا 7.3 وبيكارب 18 7.3 هو دي حالة الرابعة. الحالة الأخيرة 7.3 السكر 600 وسيفير ديهايدريشن وسيفير ديهايدريشن. لا هي جاية كده. لا هي جاية كده. نعم. لا احنا مش بنتكلم على كل البروتوكول. البوتاسيوم معانا تمام. هنذكر البوتاسيوم يا فندم. حاضر. ايوه لا احنا بنتكلم من بوينت اوف فيو اوف الكترولايت اوف حاجات معينه يعني. احنا مش ماشيين بالبروتوكول حته حته. احنا بنهايلايت يعني بعض الحاجات اللي عليها ديبيت ما بيننا وما بين ما بين الاندوكراين وما بين الاي سي يو. لكن البوتاسيوم طبعا اسينشال. ما فيش عمرنا نبتدي اي في انسولين انفيوجن من غير ما اكون عارف البوتاسيوم بتاعي وحاطط بوتاسيوم على المحاليل لو البوتاسيوم بتاعي اقل من رقم 6. وعشان البوتاسيوم محدش بينساه فاحنا جبنا حاجات اللي مش الناس بتركز فيها. طيب هو الكيس دي باختصار كده هي البيشنت الراندوم بلاد شوجر بتاعه 600 في سيفير ديهايدريشن. الاي بي جي بتاعته فيها مايلد اسيدوسيس. كم حد هيعالج ان ده دي كي ايه زي ما دكتور خالد قال. وبعد ما ندي فلويدز في اول ساعه فعلا هنبدا انسولين. هل الراي ده صح ولا راي ده غلط؟ وهد عنده راي تاني اتش اتش اس اللي انا شايفاه اتش اتش اس هيقول لك حاجه تراي. طبعا اتش اتش اس. ايوه بالظبط كده يا دكتور. لا مش كل حاله سكرها عالي تبقى هي دي دي كي ايه. احنا عندنا حاجه تانية اسمها الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت او الاتش اتش اس. تمام. طب هي هتفرق ايه برضه؟ ما هو البيشنت ده فعلا هايبر جلايسيميك وفي مايل اسيدوزز. البيشنت ده مش مشكلته الاسيدوزز قوي. البيشنت ده مشكلته الهايبر اوزمولاريتي بتاعت البلاد. عنده سيفير هايبر اوزمولاريتي سيفير هايبر جلايسيميا. شويه الاسيدوزز اللي عنده دول مش بتوع الدي كي ايه ده بتوع الامبيرد بيرفيوجن. بيشنت ده وبالرغم ان هو سيفيرلي ديهايدريتد الكلينيكال ساينز بتاعته مش هتبقى بالسيفيريتي اللي هو فيها عشان الهايبرجلايسيميا اللي جوه دي واخد ده فلويد من التيشوز. فالانترافاسكولار فوليوم بتاعه مينتيند الى حد ما برغم ان هو سيفيرلي ديهايدريتد زي حالات الهايبرناترينيك ديهايدريشن. احنا قلنا بيبقى لسه كنت هقول لك قصدك زي بتوع الهايبر بيبقى سيفيرلي ديهايدريتد بس الانترافاسكولار فوليوم بتاعه بيبقى مينتيند الى حد ما على بيخشش في هايبوفوليميا. فما بالك لما يوصل بقى انه يدخل في هايبوفوليميا البيشنت ده واقع جدا. تمام. فده ما ينفعش ان انا اعالجه كانه دي كي ايه. في الادلتس ممكن يحتاج دبل الفلويد اللي بياخدها حاله الدي كي ايه العاديه. كمان حاجه نقطه انك تبدا انسولين الانسولين هينزل لك الجلوكوز بسرعه صح؟ مظبوط. ايه اخبار الفوليوم؟ انا ما عنديش مشكله الفوليوم هيقع. ما الجلوكوز ده كان هو اللي مينتيننج الانترافاسكولار. فالبيشنت اللي هو اوريدي شقد هيبقى شقد بصحيح. تمام. فانا اخد بالي من الحته بتاعه الهايبر اوزمولار ستيت ده بيحتاج اي في فلويدز. الرول بتاعه الاساسي هو الاي في فلويدز. والجلوكوز العالي ده هيقع مع المحاليل هيفضل ينزل مع المحاليل. هو لو نزلناه مره واحده هيعمل لنا مشكلتين. اول مشكله الاوزموتيك هايبوفوليميا اللي كانت بتتكلم عليها الدكتور علياء. وتاني مشكله ان احنا لو نزلنا الجلوكوز بسرعه ده ممكن يدخلنا برضو في نيورولوجيكال كومبليكيشنز في الحالات دي. فانا مش هقرا لكم سلايدز ولا حاجه. انا هوصل بس المسج بتاعتي ان انا عايزاك الجلوكوز ده بينزل فعلا مع الاي في فلويدز بس. امتى ادخل الانسولين؟ لما يبدا الريت اوف ديكلاين اوف جلوكوز يقل. كان الاول بينزل 100 مثلا او قرب 100 كل ساعه بعد كده بدا ينزل 50 بس. في الوقت ده فعلا احنا محتاجين ان احنا ندخل الانسولين. انا مش هشرح الموضوع عشان ما نطولش. دكتور حافظ في عند حضرتك تعقيب على الكلام ده؟ لا هو الكلام ده اني كلام كلام اللي انا قلته بتاع الهايبر اوزمولر. لا الهايبر اوزمولر ما فيش فيه مشكله. هو الهايبر اوزمولر ما هواش دي كي اي وانذر كومبليكيشن اوف انكنترول دايابيتس وزي ما احنا اتفقنا. طب انا هعدي كل الحاجات دي عشان برضو ما ناخدش وقتهم في حاجه هي مش بيشوفها كتير. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان. في العادي في الدي كي اي احنا مش بنعوض اليورينري لوسز صح؟
بس انت عندك هنا حاله فيها هايبر جلايسيميا ودايوريسيس جامد، فده لازم تعوض اليورينري لوسز، اعوضها بايه؟ ما يساوي اللي هو الهاف نورمال، هو ده تعويض اليورين بالهاف نورمال. ولو الصوديوم عالي قوي قوي يا دكتور حافظ ممكن نمانج بحاجه تانية؟ هو عامه يعني يحتاج يعني في الاول الديهايدريشن هيديكي فرصه انك تصلحيه، انما لو احنا قربنا نصلح الديهايدريشن والصوديوم ما بينزلش او بيعلى ده ممكن يبقى one of the indications ان البيشنت ده ممكن يحتاج دياليسيس. وطبعا هي مشكله الدياليسيس مش ان احنا ازاي هننزل الصوديوم، هي مشكله الدياليسيس ان احنا ازاي مش هننزل الصوديوم مره واحده، لان برضو هي نفس القصه انت ممكن تنزله بسرعه قوي وتعمل فيه مشكله. احنا بس مش هندخل في التكنيكال ديتيلز اوف دياليسيس، بس ذا مسج از اتس ذير في بعض الحالات، ومهم فيها ان احنا ما نوقعش الصوديوم مره واحده انما نستابيلايزه وبعدين نبتدي ناخده واحده واحده عن طريق ان احنا نشتغل ابيت سلو بريسكريبشن. هي كمان حاجه لو هتدي انسولين مش بندي على الدوز اللي هي ال 0.1، لا انت بتبدا على دوز صغيره من ال 0.025 لل 0.05، تمام؟ دي على جرعه صغيره، بتدي محاليل، بتخلي بالك من الصوديوم وتخلي بالك من الديهايدريشن. بس هي دي البوينت. يبقى دي 3-2 طبعا العلياء، لان مش يعني مش زي ما احنا زي ما انت قلت يا خالد مش عايزين ان مس الدي كي اي، انما في حاجات غير الدي كي اي ممكن يجي بيها الدايابيتس. خلاص حاضر. طب هل نكتفي بالشويه دول ولا نكمل؟ طب هو يعني قوليها في جمله واحده من غير السيناريو. خلينا يعني كملي في الميتابوليك اسيدوزيس. طيب. يعني لو عندك patient metabolic acidosis عشان نخلص، بس في 2 messages مهمين. واحدة فيهم ال patient metabolic acidosis و apparently بيتصلح والدنيا حلوة والدنيا جميلة وابتدى ما يبقاش فيه ketones والacidosis ابتدى يرجع تاني، يعني ال patient كان وصل البيكار بتاعه 16-17 لقيناه بينزل تاني. ممكن نفكر في حاجة تانية ولا هنفكر ان العنده دي كي ايه وهنرجع تاني ايه نزود الانسولين تاني وهكذا؟ طيب اختصارا كده حالات البرزيسن اسيتوزيس انت عملت كل حاجة، اول حاجة تفكر فيها هي اخر حاجة ما تفكرش فيها انك تدي بايكار. قبل ما نتكلم تفكر في ايه، دي اخر حاجة ما فيهاش اصلا ان انت تفكر فيها، تمام؟ بايكار نوت انديكيتد في علاج الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس. كمان حاجة ريسك اوف برين ايديما بيزيد مع البايكارب ثيرابي، والهايبر ناترينيا هتزيد. افكر اول حاجة انه يكون ستيل هايبوفوليميك وان البيشنت محتاج فوليوم زيادة. افكر كمان حاجة انه ممكن البيشنت ده يكون معاه سبسس ومحتاج ان انا السبورت، مثلا هل محتاج انوتروبس او لا وانبايوتيك. حاجه مهمه الهايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزيس، لان انت بتدي نورمال سالاين مليان كلورايد، تمام؟ في هاي كلورايد كونتنت وبسهوله جدا يدخلك في هايبر كلوريميك ميتابوليك اسيدوزيس. فبليز تشيك على الكلورايد عشان تاخد بالك من بدري. حاول تقلل الكلورايد في المحاليل. البوتاسيوم كلورايد ممكن ان احنا ناخد بوتاسيوم اسيتيت، بس ده مش افيلبل عندنا. ممكن نستخدم الرينجر بدل النورمال سلايم، مش هنستفيد بالبوينت دي. البوينت الثانيه بقى يا دكتور خالد، لو العكس بقى، يعني لو البيشنت بتاعي السكر بتاعه 180-190 بس في سيفير ميتابوليك اسيتوزيس، هل انا كده اعالجه ان ده ممكن يكون سبسيس وذ ستريس هايبر جلايسيميا والاسيدوزيس دي جايه من السبسيس، ولا في حالات اسمها يو جلايسيميك كيتوزيس؟ يعني مش شرط ان انا الجلوكوز بتاعي ما هواش اعلى من 200 ما بقاش انا في انسيدنس ان هو ممكن يكون عنده دي كي ايه. لا، ما ممكن يكون البيشنت ده عدى على الاستقبال، علق له محاليل، اداله اي في انسولين، خد كوركشن في البيت، ممكن حد من الدكاتره زود له حاجه من الاورال هايبوجلايسيميكس. انا عارف ان ده تصرف ممكن ما يكونش سليم، لكن لو خد مثلا حاجه زي الاس جي ال تي 2 انهبيتور مع الانسولين ممكن يدخله في حاجه اسمها يو جلايسيميك كيتوسيس. طالما البيشنت نون دايابيتيك وجاي الطوارئ، ايفن حتى الجلوكوز بتاعه كويس، اي شود ان انا اعمل له الاسيتون، ولو الاسيتون طالع بلس اكونسيدر ان هو ممكن يكون عنده يو جلايسيميك اسيدوزيس.
مهم، بس برضو من الحاجات عشان خاطر نقولها مهمة جدا في البيشنتس اللي احنا سسبكتنج ان هم في عندهم برين إديمة. دايما دايما في دكاترة كتير جدا بيقولوا انا البرين إديمة equals في الدياجنوزيس بتاعي ان انا محتاج ان انا اعمل سيتي برين، and this is not correct. أحييك يا خالد. في عيانين برين إديمة بيأرست في السي تي عشان الناس مستنية تنزلها وبيبان في السي تي بعد شوية، واحنا من حقنا اننا نتريت على طول. طبعا البرين إديمة ده موضوع أنا كبير، انا اعمل سي تي عشان لو في هيمرج او ثرومبوزز، لو في انذر كومبليكيشن ما اعملش السي تي الاول يعني. لو البيشنت ما عندوش حاجة تسجست انه عنده فوكال ليجن وعنده تيبيكال بيكتشر اوف برين إديمة اللي احنا عارفينها، من حقنا ان احنا نستابلايز قبل ما ننزله. احنا هننزله ايرجنت سي تي لو هيترتب عليها انترفنشن. هي الدكتور علياء كانت محضرة لكم سيناريوهات تانية كتير كتير، بس احنا عايزين ايه يعني ما يبقاش الناس متضايقة مننا. هو في النهاية انا هسأل خالد سؤال واحد بس، تمام؟ دي كده تبع مين؟ البيشنت تتصلح بقى هنعمل ايه بقى؟ البيشنت تتصلح خلاص، انا المفروض ان انا بقول ان البيشنت ده عنده ريزوليوشن من الدي كي اي. وانس ان انا البيشنت ده اتحسن الاسيدوزيس بتاعه بي اتش اعلى من 7.3 وباي كارب اعلى من 15، وكمان ان هو كلينيكالي بقى فيري ويل. مش معنى ان انا صححت اللاب، لو في اسيتون في اليورين، لو في اسيتون في اليورين شريط، حطيت شريط وايه يعني، لان اساسا الكيتوزيس حتى لو 3 بلس الكيتوزيس السيرم اسيتون هو اللي ممكن يكون ريزوليوتد، لكن المشكله ان احنا مش بنقيسه هنا في مصر. لكن اليورينري اسيتون لو هو بلس ما هواش كونتر انديكيشن ان انا اعتبر ان الدي كي اي دي حصل لها ريزوليوشن. طب يعني احنا هنجيب بتوكله يقولوا لنا ان ممكن الكيدني تكون لسه بتخرج الكيتونز في اليورين، انما البيشنت خلاص ريزولفد كدي كي اي، وفي الحالة دي انت هتاخده ولا هتسيبه عند علياء؟ لا هسيبه عند علياء. هتسيبه تعالى يا دكتور علياء. يعني هو في الاخر هي حالة احنا بنتعاون فيها، في الاخر هي لها اسبيكتس مختلفة. طبعا البوتاسيوم والبوتاسيوم ريبليسمنت وقصة البيشنتس اللي بيدخلوا بعد كده في اي كي اي وبيحتاجوا رينال ريبليسمنت واللي جايين بسبسس وميوكارديال ديسفانكشن، طبعا صعب نقول سيناريوهات لده كله. عايزين 9 ساعات. ده مجرد كان اكزامبل، بس احنا هندي خالد النقطه بتاعت الريزوليوشن اوف كيتوزيس يعني عشان انت اصريتي ان 3 بلس، فالنتيجه النتيجه 3-3. شكرا شكرا انت سمعت يا جماعه. دكتور حافظ استاذن حضرتك بس على اللاينز، الدكتور هنا بس اللاين اللي بتاع الفيلو بنستخدم انهي لاين عشان الجلوكوز والسالين والانسولين بتستخدمها ازاي؟ احنا المفروض ان احنا بيبقى عندنا تو لاينز، لاين طبعا للفلويدز ولاين للانسولين. وزي ما احنا قلنا ان وانا بحط الفلويدز لازم دايما حاطط في اعتباري الجلوكوز والصوديوم. وانس ان البلاد جلوكوز، انا امتى بغير الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في المحاليل؟ لو انا عندي حاجتين، حاجه الاولانيه يا اما ان البلاد جلوكوز بتاعي نزل تحت ال 300، يا اما ان الريت اوف ديكريز اوف سيرم جلوكوز اكتر من 90 ملغ بير ديسيليتر بير اور، ساعتها بحتاج ان انا ازود الكونسنتريشن بتاع الجلوكوز في المحاليل بتاعي. وكل شويه هغير التركيبه بقى بتاع الجلوكوز والملح. ممكن. طب دكتور حافظ بعد اذنك، احنا عندنا تجربه في مستشفى مناسبه تخصص
ممكن يبقى في الوورد بس متعب قوي. في بعض الوحدات الاندوكرينولوجي فيها اماكن لعلاج هذه الحالات، فاحنا مش هنختلف في المكان. وشكرا لكم يا جماعه.